بالنسبة للبوستات اللي كتبتها عن عادة مباراة مصر والسنغال، احكي لنا القصة من الأول للآخر. هو دي حقيقة وما زال الموضوع قائم، بس أنا اللي أنا شايف إن في ناس واخدة الموضوع بصورة غير حقيقتها، وواخدة الموضوع بمعنى بصورة متخاذلة. ده أنا عايز أقول لك، أنت عارف إن الشباب العربي وبالأخص الجزائري عمل وقفة احتجاجية بالنيابة عننا وعنهم أمام الفيفا؟ أنت عارف إن الصحافة البريطانية والصحافة الإنجليزية جلدت إيفانتينو، جلدته وجلدت الفيفا على التجاوزات اللي حصلت في هذه المباراة. وبعدين الموضوع في منتهى البساطة، مفيش طبعاً مباراة بتعاد إطلاقاً بقرار من الفيفا أو من لجنة الانضباط. المباريات التي تعاد مباريات قليلة جداً وتعاد من المحكمة الرياضية، سواء تعاد أو تتحسب النتيجة غير كده، بناء على أسباب. أهم سبب في هذه الموضوعات أن يكون هناك تدليس، التدليس ده أثر على النتيجة وتسبب في تغيير النتيجة. ومباراة السنغال ومصر حصل فيها هذا التدليس، اعتراض الحافلة ما يخليش النتيجة تتعاد، اقتحام الجمهور للملعب سب محمد صلاح وسب اللاعبين وضرب حارس المرمى وضرب اللاعبين طول الوقت إلى آخره، ما يخليش الدنيا تتعاد. إيه اللي يخلي المباراة تتعاد من وجهة نظري؟ هو في أسباب كتيرة جداً يعني، وأصل لو حكيت لك حكي لك القصة كلها، لكن في سبب جوهري جداً وهو استخدام الليزر وتوجيهه للاعبي مصر أثناء ضربات الجزاء. أولاً ده سبب قوي جداً لأن ده أثر في النتيجة. ده حاجة شخصية من حضرتك ولا ده؟ لا 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 لا، ده موجود كل الكلام اللي أنا بقوله ده مثبت، وأنا نزلت كلام كاتباه لجنة الانضباط تمام، وكلام مكتوب وردود موجودة من فيفا، واتحاد كرة القدم يعلم ذلك، واتحاد كرة القدم مجهز الملف وهيروح المحكمة الرياضية وهيجيب محامي دولي في هذا الاتجاه. بس المهم ان الموضوع ده مش واخد الدعاية ومش واخد الإعلان بالقدر الكافي. الاتحاد الدولي جابه دكتور، والدكتور مكتوب تقرير طبي عن تأثير الليزر على لاعبي مصر أثناء ضربات الجزاء. الحاجة التانية، ثبت بالدليل القاطع ان السنغال كانت جايبة شركة متخصصة، الشركة دي حطت 126 او 120 او الى واحد، ومعظمهم لابسين نفس اللبس في اماكن متفرقة. الناس دول كانوا بيصوبوا الليزر بطريقة معينة للاعبي مصر بمدافع ليزر ومش باقلام ليزر. وبعد لما جت ضربات الجزاء كله اتجمع وبقى بيوجه الكلام ده للاعبي مصر، حتى ان هناك افراد من الامن السنغالي موجودة الفيديوهات وموجودة الصور وانا نشرت منها موجهة الليزر الى الكلام ده. بعدين تقرير المراقب الامني بيدين السنغال ادانة تامة، ومصطفى غربال الحكم لما لقى الموضوع كده سحب تقريره وكتب تقرير بيدين السنغال ادانة تامة. ناهيك بقى عن ان الحكم مدان، خدت بالك؟ معلش هقطع كلام حضرتك، هو مصطفى غربال خد تقريره وكتب تقرير تاني؟ كتب تقرير تاني. طب والمعلومات دي انت؟ ده معلومات موثقة. انا بقولش، ما هو الغريبة جدا ان الكلام اللي انا بقوله ده كلام موثق، وكلام ده موجود في تقرير. طب ممكن تكشف لنا عن مصدرك ايه؟ مصدري ايه؟ مصدري الناس الصحفيين والاعلاميين اللي بيتكلموا في اوروبا وبيتكلموا في هذا الكلام، ومصدري من داخل لجنة الانضباط، واللي انا بقوله ده هو عند اتحاد الكورة. كل كلمة انا بقولها موجودة عند اتحاد الكورة، واتحاد الكورة يعلم الكلام ده وعنده هذا الكلام وعنده أكتر. ده موضوع خطير جدا. سيبك من اللي هنعيد المباراة والسنغال هتغلبنا والسنغال مش عارف ايه والكلام ده، أنا ماليش دعوة بالكلام ده. أنا ليا دعوة بإني أنا واجد إن هناك فرصة حقيقية لمصر إنها تاخد حقها. ده الكلام، ومش أنا لوحدي، ده في ناس كتيرة جدا بيتكلموا في هذا الموضوع. لو ثبت خطأ كلام الباشمهندس محمد فرج عامر عن الموضوع ده، لا هو اعترف ولا بص 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 انا سهل جدا لو انا عندي خطأ اعترف، بس الخطأ هيجي منين؟ كنت الكلام اللي انا بقوله لك كلام موثق تمام، ده كلام موثق، كلام مكتوب في تقرير لجنة الانضباط. لجنة الانضباط ادانت السنغال، بس لجنة الانضباط مش هتعيد المباراة. انت بص الاختصاصات مختلفة، يعني حضرتك فكرك ان لجنه الانضباط دي او يعني، انا ليا واحد صاحبي كان قاعد مع ايفانتينو 5 ساعات، ايفانتينو قال له انا مش هعيد المباراه،
فبيقول لي يا عم انت بتعب نفسك. قلت له ما عمري انفنتينو ما هيقول انا هعيد المباراه، لان انفنتينو ده طرف. انت في نزاع مع طرف، انت في نزاع مع الاتحاد الدولي، انت في نزاع مع الكلام. لجنه الانضباط قادر، انت بتاخد لجنه الانضباط وتروح لفين؟ للمحكمه الرياضيه. تمام. اولا كولينا كاتب تقرير في الحكم عشان حضرتك تكون في الصوره، وده من الاسباب اللي مصطفى غربال غير. هيحصل مناقشه للناس بتوع الفار بقوا والاخطاء اللي عملها كولينا. المراقب الامني كتب تقرير خطير جدا يدين السنغال ادانه تامه كليا وجزئيا، وهذا التقرير اكبر مستند خطير او ده المراقب الامني وليس مراقب المباراه. تمام، خدت مسيتك. يدين ادانه تامه. انت استنادا الى كل هذا الكلام انت المحكمة هتحكم لك، ده وضع طبيعي. طب امتى تحكم المحكمة؟ المفروض اللي هو المهم بقى ان اتحاد الكورة، انا اعتقد في سبتمبر الكلام ده هيتم، في سبتمبر اتحاد الكورة طلب من المحكمة الرياضية مهلة. انت كنت بتتكلم ان الليزر هو السبب اللي لازم المباراة تتعد علشانه. ما احنا في 2018 في مباراة غانا كنا احنا كمصر كان الجماهير بتصوب الليزر للاعيبة غانا، المباراة ما اتعدتش. بقول لك ان دول جايبين شركة محترفة وكانت بتوجه مدافع ليزر وليست مسدسات ليزر، وقلت لك ان ده لو في الملعب بس قد لا يعيد المباراه، لكن قلت لك اثناء ضربات الجزاء كله تركز من على بعد 20 متر او 24 متر ونص او ايا كان، وكلها وجهت الى اعين اللاعبين. والدكتور اللي جابته لجنه الانضباط ثبت بالدليل القاطع ان الليزر بهذه الطريقه بيعمل عمى مؤقت، والعمى مؤقت مدته أطول من المدة اللي يدخل فيها اللاعب على كرة القدم، وليس محمد صلاح وحده، زيزو نفس الكلام، مصطفى محمد نفس الكلام. اللي أنا عايز أقوله لك بقى إن الجزائر متحمسة جدا لقضية إعادة مباراة، علما إن أتمنى أن مبررات إعادتها ما تجيش يعني عشر المبررات اللي بتقولها مصر، لكن أنت لازم تدافع عن حقك ولازم تجري ورا حقك. انت بقى عايز تسيب حقك، ده تصرف غريب جداً.